التحية متجددة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات متواصلة. ينطلق الشوط الثامن الذي خصص للجعدان الإذاعة المفتوح. نتمنى التوفيق لجميع الأخوة المشاركين والحاضرين على أرضية هذا الميدان. نسير وإياكم مع أول المراكز، أول التحديات. الناري لعبد الله بن راشد بن سالم الشاوي الغفلي من يقدم لنا الناري على أول المراكز، بينما المركز الثاني هو الواصل قالت تسهيل بن حمد بن مرزوق العامري، وثالث المراكز كفو لسيف بن سعيد بن حضيرم الكتبي، بينما المركز الرابع هنالك مشغل حمد بن هزيم بن محمد المسابري، وخامس المراكز يا سلام سياف لحمد بن نصيب بن سعد الاحبابي، مقدم لنا سياف مع خامس المراكز، خامس التحديات، بينما المركز السادس هنالك الوصول والدخول مع سادس المراكز مسامح لأحمد محمد بن احمد بن سعيد بن حلوه من يقدم لنا مسامح، بينما المركز السابع يا سلام الوصول مع سابع المراكز والدخول هنالك الواصل اللي تحرك على سابع المراكز، هنالك الوصول من هجرس حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكه، بينما ثامن المراكز الوصول من الأسد أحمد بن سيف بن الزفين المهيري، بينما المركز التاسع الوصول مع تاسع المراكز والانضمام سياف لسعادة مصبح بن سعيد الكتبي من يقدم سياف، بينما عاشر المراكز يا سلام الوصول من البرق سالم بن راشد بن حبالة الكتبي. هكذا هي النتيجة الأولى، هكذا هو النداء الأول للعشر المراكز الأولى، أوفيناها على مسامعكم مشاهدينا متابعينا الكرام. لنا عودة إلى المقدمة الأولى، لنا عودة إلى الصدارة والبداية يا سلام. اللي على المقدمة، اللي على الصدارة هنالك سياف حمد بن نصيب بن سعد بن ناجيه الأحبابي من يقدم سياف، بينما المركز الثاني الوصول من مشغل حمد بن هزيم بن محمد المسابري، وثالث المراكز يا سلام الوصول مع ثالث المراكز والدخول من مسامح أيضا حمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة من يقدم مسامح، بينما المركز الرابع الوصول من كفو لسيف بن سعيد بن حضيرم الكتبي، خامس المراكز يا سلام هنالك الواصل اللي تحرك قالت هنالك مع خامس المراكز او شعار من هنالك مشغل حمد بن نزيب بن محمد المسافري، المركز السادس الوصول مع سادس المراكز الأسد أحمد بن سيف بن الزفين المهيري، ولكن العودة، ولكن العودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، عودة إلى البداية الأولى، عودة إلى المقدمة. هنالك الصراع مع شعار من يتقدم، هنالك مع أول المراكز مشغل حمد بن نزيم بن محمد المسافري، بينما ثاني المراكز شعار الأحبابي يقدم سياف حمد بن نصيب بن سعد بن ناجيه الأحبابي، وثالث المراكز يا سلام لكن بنعود مع الثنين. هنالك في صراع، صراع العمالقة ما بين هذه الأسماء المتميزة والشعارات الكبيرة، الشعارات العملاقة. هنالك الأحبابي من يقدم لنا مشغل حمد أو شعار المسافري، هنا حمد بن هزيم بن محمد المسابري يقدم مشغل مع اول المراكز. اشغلتم يا المسافري، اشغلتهم يا المسافري. هنا يقدم لنا احد النوعيات الجميله، احد النوعيات الممتازه. دائما المسافري ياتينا بالنوعيات الفاخره التي تصول وتجول على ارضيه ميادين السباق. هنا مشغل الانجازات. سلام وتحيه. حمد بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري ينتزع الشوط الثامن مع مشغل، يصل الى خط النهايه معلن الفوز والانتصار. سلام وتحيه لحمد بن هزيم بن محمد المسافري. بينما المركز الثاني هنالك قالت لسهيل بن حمد بن مرزوق العامري، وثالث المراكز كان هنالك الاسد احمد بن سيف بن الزفين المهيري. بينما المركز الرابع سياف حمد بن نصيب بن سعد الاحبابي، وخامس المراكز كان هنالك مع المركز الخامس عند اللجنه المنظمه من هذا الميدان تهانينا والناموس لمالك مشغل حمد بن هزيم بن محمد المسابري. التوقيت الزمني 6 دقائق و7 ثواني كان توقيت مشغل. تهانينا والناموس للجميع.